فممكن تنقلي لنا الصورة من المدينة المنورة؟ والله ربي أكرمنا اليوم بالإفطار في الحرم النبوي الشريف. طبعا والله الكلمات مرة مرة قذرة، أعجز عن وصف مشاعر أي مسلم وهو يشوف الناس كلها تسارع في الخيرات، كل واحد وده يقدم خدمة للي جنبه، كل واحد وده هو يفطرك، كل واحد يعطيك التمر يبغى يكسب الأجر، تسارع غير طبيعي لدرجة يعني حتى غير المسلمين لما بيشوفوا المنظر كانوا مرة مستغربين، ليش كل واحد يبغى يخدم؟ ليش كل واحد يقدم خدمة بدون مقابل؟ يعني المنظر ما اليوم شاء الله. والله العظيم يعني يفرج الصدر. وبعد ما وضعت السفر قريب المغرب إلا يناولك مويه، إلا يعطيك لبن، إلا يعطيك تمرة، لدرجة تشوف أبسط الأشياء يعني تلاقيها هذه رمزية لرغبة العمل الخيري. واحد صار يدور علينا بمناديل ورق عشان بعد ما أكلنا التمر نمسح إيدنا، يا يعني سلام. شوفي قمة التناهي في محاولة تقديم خدمة لضيوف الرحمن. طبعا قبل ده كل الدولة مشكورة ما قصرت لا تأمن جهدا في تقديم العون للمعتمرين للزوار لأهل المكان، يعني كل شيء مدروس، كل شيء مخطط، ما في عشوائية، كل حاجة عمل مؤسساتي، توزيع الوجبات منظم، توزيع المياه منظم، وضع السفر منظم، يعني تعجز الكلمات تصف المنظومة المرتبة من العمل الخيري عند الحرم، سواء فيما يتعلق بالدولة بأجهزتها المختلفة كاملة من جميع بالفعل انه يعني مو يعني انا اقول لك هي وافتخر السعودية تاخذ شهادة الايزو في إدارة الحشود، تنظيم متناهي بمعنى الكلمة. يعني لو قعدت أتكلم لبكرة ما أقدر أوصف لك مشاعري اليوم وإحنا في الحرم بنفطر، قمة قمة يعني لدرجة يعني استغفر الله انشغلنا عن الدعاء ما شاء الله. بمظاهر إلى تفاني البشر بخدمة بعض.